بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 تم تحميل عدد 8 طن من اللحوم الحمراء المجفاه من مجزر البساتين بالقاهره لتحميلها وتوصيلها الى المحافظات الاتيه: محافظه شمال سيناء عدد 3 طن، محافظه الاسماعيليه 3 طن، محافظه الفيوم عدد 2 طن، ومع كل سياره مفتش عام من الإدارة العامة للتفتيش العام بديوان عام وزارة الأوقاف لتوصيلها إلى هذه المحافظات الآتية ولتوزيعها على الأسر الأولى رعاية، وكل عام وأنتم بخير.